بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي الطلاب. إن شاء الله الآن في الفيديو 19 سوف نقوم بشرح سكشن R4 التمارين الخاصة بالخطة. أوكي، طبعا الكثير من الطلاب لاحظ في الكويز الأول أن الأسئلة لا تأتي من الأمثلة ولا تأتي من التمارين، إنما الأسئلة فهمية وبسيطة وسهلة الحل فورا، ولكن تحتاج إلى التركيز قليلا. أوكي، الآن في التمرين السابع والعاشر والسبعتاش وثلاثة وعشرين يطلب التبسيط وإيجاد القيم المستثناة للمتغير، إيجاد القيم المستثناة للمتغير. أوكي، نلاحظ هنا التمرين هنا بسيط، كسر لا يمكن تبسيطه أكثر من هكذا، x ناقص 4 على x زائد 7 ليس من الدرجة الثانية البسط أو المقام ولا يمكن تبسيطه. أوكي، لكن نلاحظ أن المقام ينعدم عند ال x يساوي سالب 7. الآن التمرين العاشر t تربيع ناقص 16 هي بالحقيقة t تربيع ناقص 4 للتربيع. أوكي، نتذكر القانون A تربيع ناقص B تربيع هو في الحقيقة A زائد B مضروب بالـ A ناقص B، وهذا ما تم كتابته هنا، لا يوجد اختصارات، ولكن الآن توضحت الصورة أكثر أن القيمة التي تعدم المقام أو التي تجعل هذا الكسر غير معرف هي في الحقيقة 4 وسالب 4. نأتي الآن إلى التمرين 17. أوكي، نفس الشيء، x تربيع ناقص 3 للتربيع هي في الحقيقة x ناقص 3 و x زائد 3. نأتي إلى المقام يمكن تبسيطه من الدرجة الثانية، عددين ضربهما 21، لا يوجد غير 7 و 3، ولكن الضرب سالب إذا أحدهما سالب والجمع سالب، إذا إشارة الكبير هي السالب، إذا السالب 7 وزائد 3. أوكي، الآن ممكن الاختصار، يختصر زائد 3 x زائد 3 مع x زائد 3 بالأسفل، يبقى ال x ناقص 3 على ال x ناقص 7. ولكن عزيز الطالب عندما نوجد القيم المستثناة لا ننظر إلى الحد النهائي، إنما ننظر إلى الحد الأول قبل الاختصارات، قبل ممكن النظر هنا، ممكن النظر هنا ونجد أين قيمة، أين ما هي القيم التي تجعل x، ما هي القيم لإكس التي تجعل المقام ينعدم، هي في الحقيقة 7 وسالب 3. نأتي إلى التمرين 23. أوكي، نلاحظ هنا البسط 2y تربيع ناقص 16، ممكن نقول أن 16 في الحقيقة 2 ضرب 8، إذن يمكن إخراج الاثنين عامل مشترك، وأيضا الواي تربيع هي y ضرب y، وأيضا ممكن إخراج الواي عامل مشترك. لننظر هنا، لو أخرجنا من الحد الأول لاثنين واي، من بقي؟ بقي واي. لو أخرجنا من هنا لاثنين واي، من بقي؟ بقيت ثمانية والإشارة السالب. في الأسفل، في الأسفل هي ثمانية للتربيع ناقص واي للتربيع. الحد الأول لا نقول واي ناقص ثمانية واي زائد ثمانية، إنما نقول ثمانية ناقص واي على 8، لأن الأول الحد الأول هو 8. أوكي، الآن ممكن اختصار، الاختصارات تكون مثلا y ناقص 8 مع 8 ناقص y، ولكن نلاحظ أن الحدود مختلفة بالإشارات، لذلك نضع إشارة سالب. من بقي في البسط 2y، من بقي في المقام 8 زائد y. أيضا الآن القيم المستثناة لا نقول فقط سالب 8، إنما نأتي إلى قبل الاختصار، قبل الاختصار سالب 8 وزائد 8. بالهدوء ممكن الحصول على النتائج إن شاء الله. الآن طلب مني ضرب الكسور أو القسمة، الضرب أو القسمة. أوكي، في الضرب الأمور سهلة، في الضرب الأمور سهلة. مثلا هنا ماذا فعل؟ فقط هنا أخرج الاثنين عامل مشترك، أخرج من هنا الاثنين عامل مشترك، نحن نعرف أن العشرة هي 2 ضرب 5، أخرج الاثنين، من بقي؟ بقي الخمسة بي، هنا الخمسة بي. الآن نلاحظ يوجد اختصار، يختصر هذا الحد مع هذا الحد تماما. أوكي، من بقي؟ بقي ثلاثة هنا ضرب 2 إنها 6، و A أس 5 B أس 7 على 12 A أس 4 B أس 10.
أوكي الآن نلاحظ ممكن اختصار بي أس 7 مع بي أس 7 هنا يبقى هنا 3 بي 3، ممكن اختصار A 4 مع A 4 من بقي؟ بقي بالأعلى A. أوكي 6 تقسيم 2 عفوا 6 تقسيم 12 هي نصف، هي نصف هذه قيمة 1 على 2، لا داعي لكتابة الواحد ضرب A إنه A. الآن في التمرين 34 نلاحظ القسمي، القسمي فورا نبدلها إلى ضرب على أن نجعل المقام بسط والبسط مقام، وهذا ما تم هنا. الآن نفكك، نفكك قدر الإمكان. أوكي نلاحظ أن يمكن هنا إخراج الثلاثة عامل مشترك، وهذا ما تم، وهذا ما تم. أوكي الآن نفكر بعددين ضربهما 35 وجمعهما سالب 12. عددين ضربهما 35 إما عددين سالبين أو عددين موجبين. لو افترضنا أنهم العددين سالبين هما سالب 5 وسالب 7 وجمعهما سالب 12، نعم الإجابة هنا صحيحة. الآن ماذا عن المقام هنا y تكعيب ناقص 3 4 3؟ 3 4 3 هي في الحقيقة 7 للتكعيب. أوكي. ليس هناك داعي للتحليل الفاكتورينج بنفس الخطوة، لا نؤجلها إلى الخطوة التي تليها. الآن ماذا عن 25y ناقص y تكعيب؟ لنحل هنا 25y ناقص y تكعيب 25 عفوا 25y 25y ناقص y تكعيب، ممكن إخراج ال y عامل مشترك يبقى 25 ناقص y تربيع. الآن ال 25 هي في الحقيقة 5 للتربيع، إذن الآن أصبح لدينا 5 ناقص y مضروب ب 5 زائد y، وهذا ما حصل هنا. بالاختصارات نحصل على الإجابة النهائية. إيقاف الفيديو عزيز الطالب والانتباه إلى الاختصارات، سوف نحصل على الإجابة. طبعا الإجابة سالب، من أين حصلنا على السالب؟ لأن الاختصار هنا y ناقص 5 مع الخمسة ناقص y يصبح سالب، يصبح سالب. طبعا هنا السبعة للتربيع 49 وهنا 49، أيضا هذا الحد يختصر مع هذا الحد، طبعا لا تختصر الثلاثة تبقى الثلاثة. أوكي الy ناقص 7 عفوا تختصر مع هذا الحد. أوكي يبقى في الأعلى فقط ثلاثة وفي الأسفل y مضروب بy زائد 5 وهنا، والإشارة السالب شرحنا من أين أتت الإشارة السالب. الآن عزيز الطالب بالتمرين 41 طلب مني الجمع والطرح، طبعا الطرح في التمرين الذي يليه. أوكي الآن نلاحظ أن المقامات موحدة، وهذا سهل جدا. إذا كانت المقامات موحدة نضع المقام المشترك ونجمع البسط، ونجمع البسط. أوكي طبعا بالجمع عددين ضربهما 9 وجمعهما 60 هم 3 و3، بالاختصار واحدة مع واحدة بقي الام زائد 3. لو طلب ما هي القيم المرفوضة قلت له الام لا تساوي السالب 3. نأتي هنا، هنا هدوء قليلا. المقامات مختلفة، إذا كانت المقامات مختلفة نفكر. أوكي نفكر، طبعا هناك الكثير من الطرق لجمع وطرح الكسور إذا كانت المقامات مختلفة، لكن الآن ممكن أخذ قاعدة شاملة وهي نلاحظ أن هنا y أس 5 لكن هنا y 4، لذلك ضربنا البسط والمقام ب y. الآن ال y موجودة في المقامات y أس 5 بالجهتين. أوكي نلاحظ هنا x تربيع، لكن هنا نغير لون، هنا x تربيع لكن هنا x، لذلك نضرب البسط والمقام هنا بx، وهذا ما حصل، ضربنا البسط والمقام بx. نلاحظ هنا موجود 2 لكن في هذا الكسر الثاني لا يوجد 2، لذلك ضربنا البسط والمقام ب2. طبعا عزيزي الطالب الآن لو تكلمنا 1 على 2 هو نصف، لكن لو ضربنا البسط والمقام بخمسة يصبح 5 على 10، يبقى الكسر نصف، لا يفقد قيمته ولا تتغير قيمته إذا ضربت البسط والمقام بنفس العدد، لكن الجمع والطرح لا. الآن
بعد الضرب هنا والضرب هنا للبسط والمقام نحصل على هذين الكسرين. المقامات موحدة؟ نعم المقامات موحدة. إذن كيف وحدنا المقامات؟ وجدنا أي مقام يحوي أقل من الثاني وضربنا البسط والمقام بالقيمة المفقودة، والآن تم توحيد المقامات. نضع المقام المشترك ونجمع الحدود، ونجمع الحدود في البسط، ولكن طبعا هنا الإشارة سالبة لذلك تم وضع إشارة سالبة. وهذا أبسط شكل ممكن كتابته للكسر. تمرين 55 يحتاج إلى القليل من التركيز لو سمحت الآن. أوكي، الآن هناك صعوبة في إيجاد ما هو المفقود، لأن هناك الحدود ليست ضرب، ليست مثل الحدود هنا 2x تربيع y اس 4، هنا الحدود جمع وطرح في المقامات. لذلك أول شيء نعمله هو التحليل، نحلل المقام للكسر الأول ونحلل المقام للكسر الثاني. الآن شعرنا بما هو المفقود، نعم هنا x زائد 5 هنا x زائد 5 ممتاز، هنا x زائد 2 لكن هنا لا يوجد x زائد 2 إذا نحتاج إلى x زائد 2، هنا موجود ال x زائد 1 لكن هنا غير موجود لذلك نضرب ب x زائد 1. الآن لو ضربنا x زائد 2 بالأربعة وفي المقام وال x زائد 1 بثلاثة وبالمقام سوف نحصل على المقام المشترك طويل، وأيضا سوف نحصل على البسط، وبالاختصارات قليلا نحصل على الإجابة النهائية.